وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، وعودة جديدة إلى برنامج عائلتي تربح. الآن نبتدئ الجولة الثالثة مع السؤال الثالث مع عائلة البنا ومع عائلة الصباحي. تفضلي ست سميرة وتفضل أخوي فيصل إلى الطاولة. خلينا نبدأ بالسؤال الثالث وياكم. مرحبا فيصل، اهلا وسهلا. شلونك؟ اهلا وسهلا. شلون صحتك؟ والله الحمد لله تمام. شلونك؟ امورك تمام؟ الحمد لله. طاقتك الايجابيه جيده؟ اكيد. طيب احكي لنا عن نفسك شويه. انا فيصل خالد، عمري 18 سنه وطالب صف سادس. ممتاز. هواياتك شنو؟ السباحه 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 وكره القدم. واجمل شيء السباحه وكره القدم ايضا. وست سميره؟ يعني احكي لي على الهدف اللي جاي اليوم من اجله، هدف الفوز ان شاء الله. إن شاء الله هي المشاركة أهم شيء، وأكيد الفوز يعني. يا سلام يا سلام، المشاركة ويبقى الطموح، هو طموح الفوز في كل شيء، ننتصر أو ننتصر. السؤال الثالث يقول، وتهيئوا إيد وراء الظهر وإيد على الطاولة، اذكر اسم حضارة قديمة. فيصل أنت كبست أول واحد، اذكر اسم حضارة قديمة. حضارة بابلية. الحضارة البابلية. خلينا نشوف الحضارة البابلية. أفضل جواب هو الحضارة البابلية، هي أقدم الحضارات، أقدم حضارات وادي الرافدين والحضارة الفرعونية واليونانية والأكادية وإلى آخره. ست سميرة ارجع إلى مكانك لو سمحتي، وأنت أيضا ارجع فيصل حتى نبدأ وياكم السؤال. عائلة البنا، أخذت أعلى احتمال بذكر الحضارة القديمة. نعمة أو نعمة؟ نعمة. نعمة، هي نعمة ونعمة، اسم جميل من النعمة. اذكر اسم حضارة قديمة. الحضارة السومرية. الحضارة السومرية. نعم نعم، البابلية والسومرية، يعني أهم الحضارات هي في وادي الرافدين، البابلية والسومرية والكثير من الحضارات. خلينا نشوف الإجابات الأخرى والاحتمالات الأخرى. راح أرجع وياك أوميد، وانتبهوا أنتم أيضا عائلة الصبيحي. أوميد، اذكر اسم حضارة قديمة. آشورية. الآشورية. الآشورية. نعم، خلينا نشوف إذا كانت موجودة الحضارة الآشورية. الحضارة الآشورية. الآشورية موجودة. يا سلام، 24 21 20، يعني نقاط رائعة. دينا